من ضمن أخبارنا النهاردة والأخبار كمان اللي منتشرة في الصحف النهاردة، لأول مرة في مصر الرئيس السيسي يحضر كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكلية للمتقدمين للكليات العسكرية. شفنا الرئيس بالأمس بيحضر كشف الهيئة، وكشف الهيئة ده خلينا نتكلم بصراحة شوية، كشف الهيئة ده من الحاجات اللي من كان بيبقى دايما المصريين عليهم علامة استفهام، يعني طبعا. أنا ابني نجح في القدرات ونجح في مش عارف إيه بتاع، طب ليه كشف الهيئة ما نجحش؟ فكان بيتقال من زمن عشان يعني ملوش قرايب مهمين، ما عندوش واسطة مهمة، ويمكن فيلم يعقوبيان كان بين ده بشكل أو بآخر. والرئيس امبارح كان بيتكلم بإن اللي هينجح في كشف اللي هينجح في اختبارات الكليات العسكرية هو فقط الشخص اللائق وليس أكثر، فكان بيأكد كمان على فكرة مش بالواسطة. فرأي حضرتك في حضور الرئيس بالأمس؟ طبعا الرئيس بزيارته أمس للكلية الحربية في خلال إجراء كشف الهيئة هو وجه عدة رسائل هامة جدا في مقدمتها الموضوع اللي حضرتك أو الفكرة اللي حضرتك طرحتها، إن أنا ما عنديش واسطة، إن أنا هختار الشخص اللائق فقط بدون ما يكون قريبي كذا أو بدون ما كنا بنسمع إن في بعض الأساليب الأخرى. لا، أنا النهاردة الرئيس حضر بيوجه رسائل لكل الناس، بيوجه أيضا بعيدا عن هذه الرسالة بيوجه عندي رسالة أخرى، رسالة معنوية لكل فئات الشعب المصري، رسالة تحفيزية لجنود وضباط المستقبل، إن إحنا إن القيادة السياسية بتهتم بيكم وبتهتم باختياركم وبتهتم بتحقيق الشفافية والعدالة على كل المصريين، وده شيء جيد جدا خاصة في ظل الشائعات اللي هي بتتواصل. ويمكن عايز بس يعني أوضح نقطة مهمة في هذا المجال، إن إحنا عندنا في اختيارات الكلية الحربية أو الكليات العسكرية كلية الشرطة عموما بيبقى لها معايير تانية تمام. طبعا عارفين الموضوع الجنائي والسمعة وحسن السير والسلوك، دي مسائل منتهيين منها كلنا، لابد ان انا يكون عندي شيء جيد. لكن خليني اطرح نقطة مهمة علشان الناس تطمئن لمثل هذه الاختبارات والشفافية اللي هي بتتمتع بيها، ان انا عندي الكليات العسكرية عموما والشرطة اما بيجوا يحددوا قبول طالب من عدمه، ده بيبقى راجع قبلها لعدة نقاط هامة. النقطة الأولى إن أنا بيكون عندي مستهدف إيه من هؤلاء الطلبة، بيكون عنده لياقة، يكون عنده لياقة بدنية، ده طبعا ده شيء قبول طبي. بس عشان نتكلم برضو ونكون أكثر وضوحا وشفافية قدام الناس، كان بيحصل في عقود سابقة ده أكيد، إن كان بيتم رفض الناس عشان هو من يعني أهله ناس فقراء، يعني أهله ناس ما يناسبوش الكلية اللي هو داخلها، يعني وكان بيترفض شباب زي الفل لهذه الاسباب، او لانه ما عندوش يعني لانه ما عندوش واسطه. فده كان بيحصل، عشان كده الدوله دلوقتي بتؤكد ان اللي كان بيحصل مش هيحصل تاني. لا، هو خلينا برضو نقول زي اللي يعني اكيد كان بيحصل بعض التجاوزات طبعا. لكن خلينا نقول ان احنا في عندنا القائمين على اختيار الكليات العسكريه والشرطه ان هم عندهم شيء مهم جدا. انا بيبقى مستهدف عندي ان انا بقول لحضرتك الحسن السمعه والسير والسلوك والوضع الاجتماعي طبعا. وده انا معاك فيه، بس الشخص اللايك، واحنا حتى لحضرتك لو شفت بنلاقي ناس من فئات دنيا، يعني مش انا اسف ان انا اقول ان هي فقط اقل الفئات الاقل ماديا، عند ضباط شرطه عند ضباط جيش في نفس القصه دي. بس خلينا بقول ان الوضع العام او القاعده العامه ان انا عندي كل كليه بتبقى حاطه عده مستويات، لابد ان انا عندي باخد ناس من اللي هم فوق 90% دول، سواء في الشرطه او في الحربيه بيخططوا، دول الافكار، دول اللي بيتم وضعهم في الاماكن اللي هي بتحتاج ذكاء وقدرة أخرى. عندي ناس تانية بعوز ناس بتتمتع بالبنية القوية اللي هي بتتحط في بعض الأماكن أو بعض المواقع القتالية أو غيرها، زي الصاعقة وزي الأمن المركزي مثلا بالنسبة للشرطة أو الأمن العام أو غيرها. كل فئة بيحتاجها جيشنا أو بتحتاجها أفرع وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أيضا، بيبقى لها نمط معين. بيبقى مثلا باخد عندي 10% أو 20% من اللي هم المتفوقين اللي هم فوق 90%، بعد كده بنزل بحط مستوى عدد كبير جدا برضو من الناس اللي هي بنيتها الجسمانية بتبقى مناسبة للقيام بالمهام القتالية وبالمهام اللي هي بتوكل إليها، برضو نسبة تانية للتعامل مع معطيات الأمر الواقع بتتمتع بالديناميكية وبتجمع بين الشرطين. فكل ده برضو عايزين نقول إن احنا رغم إن
كان بيبقى فيه سلبيات، لكن دي مش 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 السائد او مش ده العام المطلق، لان احنا عندنا طبعا اللي بيمضي على كشف القبول سواء كان قبل كده او بعد كده. حتى الكلام ده على فكره من ايام من قبل ثوره 23 يونيو، واحنا كلنا سمعنا قصص الضباط الاحرار، ان كان عندي فعلا بيبقى فيه نسبه للوسطه. لكن خلينا اقول ان القائد اللي هو بيمضي على كشف الهيئه او على المقبول، لو في ظهر اي شيء سلبيه انها بتتحسب على اسمه. الدكاتره اللي هو ممكن لو في دكتور عندي نجح واحد في الكشف الطبي بدون وجه حق، انها بتبقى مكتوبه في ملفه. فعلشان كده رغم ان بيبقى فيه بعض المجاملات، لكن في النهايه ان الغالبيه لا تتطرق لده تماما. ليه بقى؟ لان كل واحد مضى من الساده اعضاء المجلس الاعلى من اعضاء المجلس اللي هم بيختاروا في الكليه الحربيه او اعضاء الاعلى للشرطه اللي هم بيختاروا، ان هو عارف ان اسمه هيبقى موجود على الملف، لو في اي سلبيه هتلصق بيه. عموما احنا كان مهم ان احنا نقول هذا الخبر، ومهم جدا حضور الرئيس ده طبعا بالأمس، رساله لكل دول العالم، رساله جميله زي ما حضرتك بتقول.